يبغى يشاهد سكيبيدي تويلت. قول حاجة قول حاجة قول حاجة. لا تطير أبليز لا تطير. ها بما أن دفك بوم ما نزل حلقة يا شباب، نزلت حلقة دوم ستوديو. دوم ستوديو ما شاء الله عليه ملتزم يا شباب. الآن عنده حلقتين أوكي، فمنشاهد الحلقة اللي قبلها. اليوم الحلقة يا شباب برعاية تتتت. وش فيك حتى تتتت ضاق خلقه يا أخي، مراضي يلتزم دفك بوم، مراضي يسمع كلامي. يلا جاهز جاهز يا شباب. يقول أنا لا أترك السماعة لو سمحت، أترك السماعة. يا شباب في الحلقة اللي طافت اللي حصل إنهم أخذوا تايتن كلوكمان، بس هو كان ميت محطم، بروح يصلحوه. الحين كان في شخصية جديدة سودة، لو سمحت هي 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 لا تطيرها. يا شباب لايك اشتراك فعل الجرس وخلونا نشوف وش الصغير هنا. وال او ماي جاد يا الله يا شباب شوفوا الطابله، الطابله حقتها قبعه طفرت. وال واو صاير قوي. ول شاهد شاهد انت اي شاهد كفو عليك كم واحد. لا صاير وات ما فهمت وش قال له. ون وش لا صاير، في شيء مو عدل يا شباب. وش فيك معصب يا شباب؟ وات وات وال في كل من قالت يا شباب، بس خليها بعدين، هذا كلام تايتن تي في يا شباب. اوه مع الدريل مان الحين يا شباب قاعد يسوي لهم طريق. ابجريد ابجريد شكله. يلا وال وش اللي صاير، انقلاب شكله. مكتوب قرية مطار. بالعربي كله بالعربي، متحمسين دولة مصممين كل شيء يكتب عربي.
وصل ما انا فاهم يا شباب. الحلقه بتخلص وما انا فاهم وش صاير، عشوائيه صاير الحلقه دي. اوه المكان حق كول اوف ديوتي يا شباب ده، صدقوني وارزون. اوه اقعد والي جمد بعد، استر علي جمد. هم دخلوا القاعدة حقت الكاميرامان يعني، شكلهم دخلوا القاعدة. لا كيف دخل ده؟ وش اللي صار هنا؟ بيرفكت، كان يبغى يضربهم. سكيبي دي لا خائن ده طلع، إليوت كلوكمان ده صح؟ لا خائن طلع، والحرق الأدلة. لا بالله رحنا، والله حلقة خطيرة تتفق؟ طالع فكرة قاعد شاهد أنا. إهانة، هذه إهانة للسلسلة. اطلع برا اطلع برا اطلع برا، خلاص ما قاعد شاهد، معلش ما قاعد يحترم الحلقة. نو سبويلرز مكتوب هنا، خائن ده يا شباب، اكتشفنا انه خائن. طبعا أباكاليبس دي يا شباب يعني النبوءات، التنبؤات، تنبؤات سكيبيدي، سيناريوهات يمكن اللي ممكن تحصل، هو حرقها. طبعا الحاجة المؤكدة يا شباب ان التايتن تي في مان راح يطلع في الحلقة الجاية في هذه السلسلة، فالمفروض يا شباب انه دفك بوم يعجل وينزل لنا التايتن تي في مان قبل دوم ستوديو يا شباب. بس ما اعتقد يا شباب ان دوم ستوديو راح يطلع التايتن تي في مان قبل دفك بوم. اذا حابين نحلل اكثر حول الحلقة الجديدة هذه انا على الاستعداد. لا تنسى تتأكد انك مفعل جرس التنبيهات ودعس لايك في هذا المقطع عشان تتتت صح؟ ايه يقول صح. لازقه لازقه، اسوي رياكشن، قاعد اسوي ثامنيل انا. يلا سوي ثامنيل يا ايه، يلا يلا خلاص مشينا. حسك زقيت ان شاء الله، اي واضح زقيتها في كل مكان. يلا مشينا، بس مشينا والله ما باجيبك مره ثانيه لانك زقزق، لازم حفاضه.